عسلمه مسيو. عسلمه. لاباس عليك؟ الحمد لله حسن. حد منا روحك؟ استاذ عبد الباسط خليفي محامي. مرحبا بك استاذ. بيه موضوعنا بما انك انت محامي حابين نحكيوا على نسبه الطلاق اليوم اللي نسمعوا بها، تعطينا انت الاحصائيات الاسباب وكل شيء. وهو كذلك اكيد المعلومه عند الشعب التونسي الكل، اللي هو نحن وصلنا 18000 قضيه في عام، معناها تقريبا زوز قضايا كل 3 سوايع، وهو رقم كما يعرف المجتمع التونسي الكل هو الاول عربيا والرابع عالميا. والرابع عالميا راهي ما نحسبوش ثم دول معناها بالنسبه لهم عباره على كونترات، ونحن نعتبره في مرتبه متقدمه جدا جدا حتى في العالم. مرتبه رابعه عالميا. اي نعم، رابعه عالميا ولولا عربيا. انت قلت لي كل ثلاثه سوايع، كل ثلاثه دقائق. كل ثلاثه سوايع زوز قضايا. زوز قضايا تلاق. نعم. في تونس. في تونس هكاك. معناها اغلبيه المحامين اليوم يخدموا بالقضايا نتاع تلاق. اكيد ما ثمش بيرو يخلم القضايا هذوما على غالب. وهذيك مجتمعنا على غالب. نجموا نعرفوا الاسباب؟ والله الاسباب اولا في التعارف، التعارف نتاعنا غلط. كل الكوبل يبدا عنده سوابق على اساس انه كون فكره، في حين انه كون عقده، ما كونش فكره، كون تجارب فاشله. فاول وثم كما بالعباره نتاعتنا نحن العاميه صحة الراس، ثم شوي عناد، انت هي تصعد هو يصعد ما يوصلوش الحل. ثم زاد التواصل الاجتماعي كفيسبوك وكذا ولا التليفونات، ثم عدم ثقه نوعا ما في المجتمع نتاعنا. هم الاسباب الاصليه تقريبا. والسبب المنطقي اللي هو ماديا ثم شويه صعوبات اقتصاديه تواتي الكوبل هذاك في يوصلوا المرحله هذه. بالنسبه لك انت كمحامي يجيك طرف منهم، معناها ما يجيكش الزوز. اكيد اي اكيد. مش الزوز متفاهمين يحبوا يطلقوا. الزوز متفاهمين ينجموا يجوا المحامي واحد، لكن في الحالات الكلها لازم ينوب طرف منهم والطرف الثاني يبقى بالكونترات ومعرفين ورقه في البلديه اللي تفاهموا على كذا كذا، او ينوبوهم زوز محامين وهذا الاسهل. والفئه العمريه من الى؟ من الى لا ما نجموش نحصروها. اغلبيه. اما نحصروها في العامين الاولى من الزواج. مهما كان ال جدد، معناها عرايس جدد. مازالوا جدد، خاصة من 3 شهور حتى للعامين، هذاك ظرف يتسمى حرج، يتعدوا العامين يتولي ثم قبلوا بعضهم شوية، صارت شوية تنازلات هكاك. فما اللي يرجعوا معناها تبدا مقدمة قضية هي ومن بعد ترجع لرجلها. موجود، أي موجود، برسنتاج صغيرة أما موجود. هكا مرات في طورة القضية ومرات بعد القضية يرجعوا. أغرب مشاكل الطلاق جاوك؟ الأسباب التافهة الكل تسمى غريبة، كي تبدا ثم سبب مثلا أنا ثم حتى اللي على ميساج في تليفون على ما تشكورة، ثم أسباب تافهة صحيح. ممكن السبب يكون تافه من الأول من بعد الحكاية تكبر؟ هي ترسبات، أنت ما تشوفش السبب اللي قلل. هي ثم ترسبات كونك معناها خلى الانسان يركز على الحكايه هذيك، تكررت مرات فمعناها كان السبب هذاك النقطه الفاصله. بخلاف قضايا طلاق معناها شنو هما اغلب القضايا اللي يجيوك الاخرين؟ تقريبا التونسي ديما حتى نحكوا حتى التاسيك مش كان البيرو بتاعنا، التحيه للمرتبه الاولى، الشيكات، ومن هكا النفقة والطلاق، معناها ديما الفلوس حادثة ضجة في المجتمع التونسي. مشاكل اليوم المحامي مع المواطنين؟ اي ثم مشاكل مش ما ثماش. والله التواصل، اما كي تعرف انت تنتقي وتعرف تحط روحك في الكادر نتاعك راهو ما ثماش، تنجم تتجاوز برشا مشاكل. من المحامي في حد ذاته كي نقارنوه بباقي الحرف يتسمى ما عندوش مشكلة كونتاكت مثلا بالمقارنة مع أستاذ، بالمقارنة مع عون في استخلاص ولا كذا، ثم مهن فيها كونتاكت بالمواطن وفيها أتعاب. المحامي يعتبر بعيد شوية، خاصة عنده حرية الانتقاء، مش كما بعض المهن معناها أي واحد عنده حق باش يجيك لإدارتك ولا يجيك كذا. المحامي شاف روحه ما يتواصلش مع الشخص هذاك ينجم ينفي
ينفي العلاقة هذيك وبالتالي يتجاوز برشا صعوبات. مهنة المحامي اليوم بصفة عامة متعبة ولا لا؟ المهن الكل متعبة، ما ثمش مهنة مش متعبة توا، كلهم متعبين. كما كل المهن ثم صعوبة، ثم إدارات تتعامل معاها، ثم قباضة، ثم مهنة كما المهن عانت من الكريز هذه اللي تمر بها تونسي كله، إن شاء الله ربي يسهل. تعرض المشكلة المحامي من الكريز اللي نحن من إضراب قضاة، من كورونا، من كذا، عانينا معناها ثم عامين ما مشاوش بالضبط. عامين الأخرانيين؟ عامين الأخرانيين ماهمش تو تتسمى أبرك شوية، كلهم ثم صعوبات. المحامي ديما معروف يحب خدمته برشا حتى لو كان متعب، هذاك علاش؟ هي في التعليق العالمي هي مهنة الملوك. هي مهنة معناها نزيهة جدا ومهنة برجولية، هي مهنة معناها تخليك الإدارات تقرأ لك حساب، المواطن يقرأ لك حساب وتسهل لك شوية الحياة نتاعك، لكن تبقى ديما مهنة فيها أكيد. مثلا قضية ما نجحتش، هل يلوموا عليك أنت كمحامي؟ المتهم يلوم عليك أنت؟ ثم قضايا من حقه يلوم عليك. مثلا ثم إنسان يجيب لك مؤيدات، يجيب لك قضية هي حتى أنت حطيته في الإطار كونه هو رابح، وقتها لازم يلوم عليك. ثم قضايا هو جاك اللي هو عندهم عليه مؤيدات وعندهم عليه معناها اللي هو في موقع خاسر، أنت بأخف الأضرار أنت خسرت القضية صحيح، لكني بالنسبة لي هو أنت ربحت ونقصت الصدمة. وممكن ساعات يشوفوك أنت كمحامي كأنه عندك مفتاح السجن. كي انت ما تعطيهمش الحقيقه، اما كي تعطيهم الحقيقه انت في نهايه الامر ماكش مطالب بتحقيق نتيجه، انت مطالب ببذل عنايه، هذا بالعباره القانونيه، انت تحط في وضعيه خير من اللي كان مش حط روحه فيها، ومعنى مش للدرجه هذه يعني عنده باب سجن هو في نهايه الامر. ما هو ما يمشي في بالهم هكا، معناها اللي انت لازمك تخرجه، ما يمشيش في مخه اللي انت لازمك تخفف عليه الحكم مثلا. لا، تحطه في الاطار. الناس اللي ما همش مجرمين بالحق واللي عائلاتهم ما همش ما عندهمش درايه بالمحاكم، هكاك يظنوا عمل المحامي عنده نتيجه، اما هي الناس اللي البروفيسيونيل المجرمين صحاح يعرف اللي المحامي دوره شنو ويعرف كذا، ويعرف انه فيصل عند القاضي ماهوش عند المحامي. يعني اسكو فما قضايا نتاع اجرام معناها نسبه كبيره من القصر؟ النسبة كبيره لا، اما ثم نسبه تخوف، لانه الجريمه كي تهبط في العمر هي كارثه، الانسان مش كما يبدا الاجرام في ال 25 وفي ال 30 كما يبدا الاجرام بو 13 هي جرائم الانتراج، عائلته ادمجوه، اصحابه ادمجوه، انت راك صغير راك ما تتحكمش راك كذا، يقحموه في الجرائم هذوما موجوده في انتراج معين، وهي لازم فيها لهوه خاطر هي الكارثه كونها هكا. شكرا استاذ على المعلومات، نخلي لك كلمه الختام. يعيشك بارك الله فيك، وان شاء الله ربي ان شاء الله الايام الجايه خير للمهنه ولكل القطاعات. شكرا.